رجعنا لكم مرة تانية وزي كل يوم تفسير القرآن الكريم مع فضيلة الشيخ دكتور سالم عبد الجليل اللي بيشرفنا وينورنا يوميا في رمضان. اهلا بك يا دكتور. ربنا يبارك فيك ويحفظك. اخبارك ايه؟ الحمد لله زي الفل. كله تمام؟ ربنا يبارك فيك. 15 رمضان. كل سنة وانت طيب يا حبيبي. الايام الحلوة بتجري بسرعة. طبعا. اهلا بيك وبنرحب طبعا بمترجمة الاشارة استاذة منال محمود اللي بتشرفنا وتنورنا دايما في الفقرة الدينية. والنهاردة يا دكتور عندنا سورة الزلزلة. نعم. ونستأذن بس مشاهدينا يركزوا كويس قوي في كلام دكتور سالم عشان عندنا سؤال في اخر الفقرة وعندنا 30 رحلة عمرة مقدمة من جمعية البر والتقوى. نبتدي بالزلزلة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. ولا تاني ولا كفاية؟ لا كفاية. كفاية. طيب. بس أنا عندي استفسار. اتفضل. هو ليه أنا بحس من غير ما اقرا الصوره دي مدنيه ولا مكيه؟ بحس بفرق. انا مش عارف. طيب. ليه؟ قول لي بقى انت من حسك كده الصوره دي ايه؟ لا ما انا قريت خلاص. قريت خلاص. طب ايه الفرق؟ مش عارف بحس ان الصور المكيه مش شديده شويه كده. باحساس مش عارف انا بعبر صح ولا غلط. كويس. الصور المدنيه انا بالنسبه لي اسهل حتى يعني ممكن طبعا انا على طول مع تفسير حضرتك بس ممكن لو قعدت قريتها مع نفسي كم مره كده افهمها شويه. شويه. المكيه بحس انها ثقيله شويه. ثقيله شويه. بتكلم بتخاطب الكافرين بتخاطبهم في اعتقاداتهم بتصوب لهم الاعتقادات بتنعي عليهم. إيه يعني انا احساسي ده صح؟ شركهم. صحيح. لا بجد؟ ده صحيح. ده صحيح. لان ربنا سبحانه وتعالى لما تكلم بالقران وهو سبحانه وتعالى يعني كلامه قديم وازلي تكلم بالقران وهو يعلم سبحانه وتعالى انه ينزل في بداياته او هينزله في بداياته على المشركين. ولما النبي صلى الله عليه وسلم يخاطب هؤلاء المشركين يخاطبهم بهذا الاسلوب الشديد القوي قوي جدا. لان ده طبيعه اهل مكه لا يخاطبهم في الاعتقاد بتاعهم اللي هان عليهم في شركهم في المدينه بقى هيخاطب المؤمنين بشكل اكبر. بكلم المسلمين. فالخطاب للمسلمين هيبقى اهدأ. ده صحيح. وهيبقى تشريع. صح. توضيح. صح صح صح. طبعا. لا ما كلامك سليم. والله بحسه. لا لا كويس. طيب نشرح بقى. اولا سورة الزلزلة فعلا سورة مدنية. الثمان ايات عدد اياتها. الكلمات بتاعتها 36 آية. حروفها 156 حرف. حروفها 156 حرف. هذه السورة وهي سورة الزلزلة زي ما احنا بنقراها كده هي احدى سور القرآن الكريم الجامعة. يعني ايه الجامعة؟ يعني فيها معاني تغني عن غيرها. راح واحد لسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام قال له انا خلاص كبرت سني عايزك تقريني سورة صورة يعني تكون بناسبة لسني. فهيقريه صور من الكبير قال له لا. فأقرأه صورة الزلزلة فقال له هي الصورة الجامعة. جامعة. ليه جامعة؟ ليه؟ فيها ما يغني عن غيرها. يعني الإنسان لو أنت لاحظت في الصورة دي إذا أدرك أنه سيحاسب بمثقال الذرة عن خيره وعن شره محتاج إيه تاني؟ هياخد باله من كل حاجة. طبعا. ما دام أدرك أنه موقوف بين يدي الله سبحانه وتعالى وأنه أمام وبين يدي الله مسؤول عن كل صغيرة وكبيرة محتاج إيه تاني؟ فلذلك سميت أو أطلق عليها الصورة الجامعة. أوكي. إذا زلزلت الأرض زلزالها. لو تفتكر لما قلنا إذا جاء نصر الله والفتح إذا معناها أنه جاي جاي مؤكد. مؤكد قد يتأخر لكنه سيأتي. إذا زلزل كنا عارفين الزلزال وبنشوف الزلزال قد إيه بيدمر مش كده؟
بس الزلزال ده بيكون يدوب خط كده ماشي في بعض المدن او بعض الاماكن، ما بيتاثرش بكل الدنيا. صحيح. ومع ذلك الاماكن الهشه او اللي بناياتها مش مهيئه للزلزال بتقع لو ما فيش اساس صح، مش كده؟ ماذا لو الزلزال ده شمل الارض كلها؟ يعني هو دوب بس خط كده ماشي، ما بالك بقى لو الارض كلها بقت زلزال؟ لا الدنيا هتتدمر. شكرا، مش حاجه هتثبت. هتثبت على ايه؟ الارض كلها زلزال. ولذلك قال اذا زلزلت الارض زلزالها، ما قالش زلزالا، زلزالها. لو قال زلزالا جايز كان يبقى يعني في زلزال في اليابان، في زلزال مش عارف في الصين، في زلزال مش عارف فين وخلاص. باقي الاماكن لا، او الاماكن اللي فيها جبال ما فيهاش زلزال. يبقى الناس تروح تحتمي بقى في منطقه زي مكه بتاع كده وتخلص الوضع، مش كده؟ ده هو قال اذا زلزلت الارض زلزالها، يبقى كل جزء فيها يتزلزل، فلن تبقى جبال ولا تلال ولا وديان. هنا ربنا بيكلمنا عن يوم القيامه. ايوه بالضبط. واخرجت الارض اثقالها، النفخه الثانيه، في نفختين في الصور، وفي ملك اسمه سيدنا ميكائيل، ده عفوا اسرافيل، ده المسؤول عن النفخ في الصور، ميكائيل عن الارزاق، سوق المطر والكلام ده كله. نفخ فين؟ في الصور. ايه الصور ده؟ الصور ده بوق عظيم، يعني زي بنفخ فيه ده عشان نعمل صوت، اسمه بوق او الصور. سيدنا اسرافيل الملك خلق لهذا، مسؤول عن هذا الصور، حطه في بقه ينتظر الاذن من الله لينفخ. من ساعة لما ربنا خلق الدنيا هو قاعد مستني، من قبل الدنيا، من قبل الدنيا، قبل البشر يعني، ساعة ما خلقه هو انه ملك. ملك. يوم ما هينفخ هيهلك كل شيء، يوم ما ينفخ هتتزلزل بالضبط، ويهلك كل شيء خلاص، فيموت كل حي، لا يبقى حي على الاطلاق خلاص كده. ثم يميته الله. يميت مين؟ اسرافيل. اذا هي ملكة بتموت؟ طبعا. طبعا. وبعدين يحييه الله سبحانه وتعالى بعد 40 سنة بعد الفناء، بعد 40 سنة من الفناء، ويأمره بالنفخ تاني، فالناس تقوم، فالناس تقوم، وتقوم بناء على زلزلة الأرض دي بتعمل غربلة، فيقوم الجثث تطلع، البشر يطلعوا. وأدي معنى وأخرجت الأرض أثقالها. بعض المفسرين يقولوا أخرجت الأرض أثقالها سلع الذهب والفضة والحاجات اللي فيها، لكن هذا بعيد، لأن في التوقيت ده لا الناس مهتمة بفضة ولا بذهب ولا مهتمة بذهب ولا الكلام ده كله. ويبقى الرأي الصحيح عندي إنه يحصل الزلزال بعد النفخ في الصور، النفخة الثانية، ليكون الناس لرب العالمين. طب هل في حكمة من إن نقعد 40 سنة يعني ولا؟ الله أعلم، الله أعلم، الله أعلم. لكن مدى علمنا إن في نفختين بينهما 40، في الأربعين دي والناس كلها هلكة والأحياء كلهم هالكين، كل شيء هالك إلا وجهه. ربنا يسأل لمن الملك اليوم؟ فلا أحد يجيبه، مفيش حد، مش حد حي أصلا غيره سبحانه وجل في علاه، فيجيب نفسه لله الواحد القهار. وبعدين بس حصلت النفخة، أنا أول مرة أعرف الحاجات دي فعشان كده مصدوم. حصلت النفخة الثانية انتبه، أحيى الكل وبعث الكل، خلاص طلعت بقى اللي جواه، أخرجت الأرض أثقالها، اللي هو إحنا، اللي هو إحنا، الأثقال هو إحنا. أول ما هنطلع بقى هنبقى هايمين على وشنا زي ما شفنا في سورة القارعة كده، يوم يكون الناس كالفراش الإيه؟ المبثوث. المبثوث، ما كلها بتكمل بعضها، الصورة بتكتمل لما تقرأ كل الصور مع بعضها. ساعتها يسأل الإنسان ما لها؟ وقال الإنسان ما لها، في إيه؟ فيه إيه؟ كلنا هنسأل بعضنا، كله هيسأل نفسه فيه إيه وما حدش عارف حاجة. ليه؟ إزاي مش عارفين؟ ما إحنا أهو عارفني. هتعرف إيه؟ ما أنت عارف دلوقتي. أيوه. ساعتها هتبقى عارف إيه؟ حد خارج من قبره وشايف الدنيا مفيش. ايوه هنبقى فاهمين، مش فاهم حاجه والله. طبعا فيه ايه؟ ما هو مش القران مفهمنا اهو. ماشي، فهمك دلوقتي على خطوات، لكن ساعتها تبقى انت في 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 هذا الجو الشديد يعني لما نقوم من القبور مش هنبقى فاهمين ان دي يوم القيامه بقى. إيه؟ هنلاقي نفسنا قمنا، ما انتش فاهم فيه ايه لسه، مش قادر اتخيل. طبعا من شدتها الناس تخيل، لكن تخيل عرايا في هذا الوقت، ويبعثون كل واحد راح منه جزء رجع له تاني، حتى الختان رجع كله. فلذلك الستين عائشه بتقول لسيدنا النبي عشان بس تعرف في ايه دي ازاي جايه، يعني الستين عائشه بتقول لسيدنا النبي الرجال والنساء يا رسول الله،
على رأيه يعني ينظر بعضهم الى بعض قال يا او حد هيبقى شايف حاجه الامر اكبر من ذلك عشان بس تعرف الناس في توهان ايه اللي بيحصل وقال الانسان ما لها ساعتها بقى ربنا يعني خلاص هنعرف القيامه قامت فنعرض على الله سبحانه وتعالى وتيجي الارض تشهد يومئذ تحدث ايه ده احنا هنقوم مش هنبقى في الارض سنكون في الارض لكن في ارض خاصه بالمحشر لان الارض هتبدل وسماواتها هتبدل يوم تبدل الارض غير الارض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار طب وهنصحى من القبور عندنا كم سنه بقى هنصحى في سن الشباب ما بين الثلاثين الى الثلاثة والثلاثين كلنا الصغير كلنا يكبر لهذا السن والكبير يصغر لهذا السن كلنا قد بعض كلنا بلا استثناء ولذلك لما جت امراه لسيدنا النبي بتقول له ادعي لي يا سيدنا النبي اخش الجنه وكانت عجوزا قال لها لن يدخل الجنه عجوز الست راحت تبكي وتعيط يا عيني ومشت مشت بتعيط فنص لما بعت لها حد جابها وجه قال لها يا امراه ستعودين شبابا راحت تضحك لان طبيعي اي ست قالها تبقي شباب تضحك طبعا انبسطت ما بيصدقوا يومئذ تحدث اخبارها تقوم تشهد الارض بقى الاستوديو اللي حضرتك قاعد فيه ده الكرسي اللي انت قاعد عليه الارضيه اللي انت قاعد عليها هتشهد تقول والله انا اشهد بان شريف كان في يوم من الايام قاعد بكره عليا قران بيذكرني بيعلم الناس خير والعكس خلي بالك انا قلت لك عملت حاجه وحشه انا بقولت لك اهو والعكس وخلي بالك عشان ما تقولش لا انا خلي بالي انا ماليش دعوه عشان ما تقولش خلي بالك خلي بالكوا انتوا تركب طياره بقى تركب بتاع ماليش دعوه بقى اسكت على الطيارات دي يومئذ تحدث اخبارها بتشهد الارض لكل انسان او على كل انسان الطريق اللي انت ماشي فيه رايح فيه للخير وراجع من الخير ولذلك يسن ان الانسان في الاعمال الخيره يمشي من طريق ويرجع من طريق وده حتى صلى الله عليه وسلم نبه عليه في العيد عشان يبقى الشهود اكتر يبقى الملائكه اللي بتشوفنا اكتر بتسلم علينا اكتر ونكثر شهودنا بالخير يومئذ تحدث اخبارها بان ربك اوحى لها الله كان سال ليه الارض بتتكلم ليه الارض بتشهد ربنا امرها يبقى اوحى لها بمعنى امرها انها تتكلم انها تقول فتتكلم الارض ان خيرا فخير وان شرا فشر في السياق ده نفسه يقول يوم اذ يصدر الناس اشتاتا ما هم خلاص قاموا من القبور الارض بتتكلم عليهم وبتشهد عليهم في اللحظات دي برضو الناس بتنقسم بقى لجماعات وطوائف كل جماعه بقى مع بعضها كل طائفه مع بعضها على اساس ايه العباده اللي كانوا بيعبدوها المعاصي اللي بيعملوها الطاعه اللي بيعملوها يعني اهل مثلا اللي بيعبدوا الابقار اتجمعوا زي بعض في كل بقى الازمنه مش عارف اللي بيعبدوا الاصنام اللي بيعبدوا مش عارف ايه اللي بيعبدوا ايه يتجمعوا اصحاب الايمان يتجمعوا طب اصحاب الايمان دول كان لهم رموز مشايخ وعلماء وائمه فيبقى لهم رايات وتجمعوا حواليهم في الخير طبعا انت مش هتبقى معانا ليه بس نسأل الله السلامه همشي وراك انا ان شاء الله يومئذ يصدر الناس اشتاتا كلمه اشتاتا جماعات كل مجموعه مع بعضها وده معنى قوله تعالى تيجي معانا صوت التكوير واذا النفوس زوجت كل شويه انفس مع بعضها شكل بعض في العمل بتاعهم سواء خير او كان شر والعياذ بالله ليروا اعمالهم كلمه يومئذ يصدر الناس اشتاتا ليروا واتمنى المشاهدين يقروها ورايا كده ليروا 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 كده بقى ليروا شاطر رائع قولها بسرعه بقى ليروا ليروا شاطر هايل ده شريف قراها يبقى كنا هنقراها صح كده انا عقدت وخلاص انت عارف ان احنا في الكتاب كنا بنتضرب على دي؟ لا والله كان صعب انا هجيب لك عصايه بعد كده ربنا يكرمك ليروا اعمالهم يعني ايه ليروا اعمالهم؟ ده بنسميه مبني المجهول اي ليرى الناس وقبل الناس رسول الله عليه الصلاه والسلام وقبل رسول الله الله جل في علاه وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون فيبقى فضيحه على رؤوس الاشهاد كل الناس هتشوف على انك تاجر وده معنى قوله تعالى في سوره الحاقه يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافيه بس مش احنا بقى عارفين بعض اصلا كله ظهر عارفين وحتى لو مش عارفين الناس قدام الاشهاد على رؤوس الاشهاد الانسان بيفضح والعياذ بالله فنسال الله العافيه ليروا اعمالهم فمن يعمل مثقال ذره خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى كلمة الذرة هي معلومة لدى الجميع في كل الأمم بأنها أصغر شيء صحيح
اصغر شيء لحد فين دي كل جيل بيعرفها بطريقته بقى. نسبيه نسبيه. يعني في هذا الزمان الذره لا يمكن ان ترى بالعين المجرده. لازم بالاجهزه. مش كده؟ وفي هذا الزمان في انشطار ذري. يعني في ما هو اصغر من الذره. ولذلك الكون حتى يعبر عن الصغر ولا اصغر من ذلك. العرب يعرفوا حاجه اسمها ذره. حجمها ايه؟ شكلها ايه؟ مش مهم، بس عارفينها حاجه متناهيه في الصغر. احنا دلوقتي عارفين متناهيه في الصغر بتاعنا ايه؟ بالتحديد، جايز يجي بعدين ب 200 300 سنه من يرون في الذره اكثر من ذلك. لكن هي في النهايه بتعبر عن شيء ضئيل جدا. فالقران بيقول اللي هيعمل خير ولو ضئيل جدا هيشوفه. واللي هيعمل شر. واللي يعمل شر ولو ضئيل جدا برضه هيشوفه. لان كان في الناس او بعض الناس بيعتقدوا ان الصغائر يلا وماله؟ ربنا مش هيحاسبنا عليها. بعض الناس الاخرين يشوفوا بعض الاعمال الخيره يقول لك يعني ده عمل قليل قوي. ما هوش هينفع. ده مفيش حاجه. لكن احنا عندنا قواعد ثابته في القصه دي. طبعا. نمره واحد انه لا يمكن ان نستهين بعمل خير ولو كان قليلا. دخلت امرأة الجنة بسبب شق طمرة واعتقت من النار بسببها. وده حديث النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا النار ولو بشق طمرة. ما تعملش حاجة شق طمرة. وبالتالي هتدخل بيها ان شاء الله الجنة وتعتق بها من النار. امرأة تدخل النار في هرة. واحدة تانية تخش الجنة بسبب سقيها الكلب. فما عندناش حاجة اسمها حقيرة. خالص. وما عندناش في المقابل في المعاصي شيء اسمه حقير. لان عندنا قاعده بتقول معظم النار من مستصغر الشرر. تلاقي حريقه قامت صح في قريه التهمتها ويجوا يبصوا لك ماس كهربائي. ايه الماس كهربائي عمل ايه؟ شرر. حاجه ما تستاهلش. ولا واحد رمى عود كبريت خلص البتاع السيجاره بتاعته ولع السيجاره وراح رمى عود الكبريت. عود الكبريت قد كده حرق له قريه. صحيح. يحرق مدينه والعياذ بالله. وبالتالي احنا لا يجوز لا نستصغر خير ولا نستصغر شر. لانه الخير بتاعنا مهما صغر الله ينميه ويكبره لنا. والشر مهما صغر ربما يتراكم فيكون شيئا عظيما. ولذلك كان سيدنا ابن عباس يقول انكم تعملون اعمالا كنا نعدها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كالجبال. انتوا شايفينها انها ذبابه وقعت على انف احدكم فاطارها بيده. حاجه ملهاش لازمه كده. المسلم ما عندوش ده. المسلم عنده يقين بانه الخير اللي هيعمله ولو كان ضئيل هيشوفه والشر اللي بيعمله ولو كان ضئيل هيشوفه. لكن برضه في حاجه ما لازم نخلي بالنا منها. فمن يعمل مثقال ذره خيرا يره سيره في الدنيا ان كان من اهل الكفر. اما في الاخره فلن يره. خالص. ليه؟ لأن الكفر لا يصلح معه عمل خير في الآخرة. تماما. المسلم لما يعمل عمل شر حاجة من اتنين. إما أنه الموحد عموما في كل الأزمنة من قبل سيدنا صلى الله عليه وسلم. إما أنه تاب إلى الله منه فمش هيشوفه. مش هيلاقي أثره. الله سبحانه وتعالى سيأمر الملائكة بتمحوه. ودي معنى المغفرة. فإذا لم يكن تاب منه سيراه. فإن شاء الله عفى عنه وإن شاء عاقبه به. ولذلك العاقل هو اللي يجدد التوبة. محدش ما بيخطأش. كل بني آدم خطأ. صحيح. وخير الخطائين التوابون. صحيح. فالعاقل أخطأ مفيش مشكلة. عليه أن يستغفر ربه سبحانه وتعالى ويتوب عشان يوم القيامة هيجي مش هيلاقي هذا الذنب في صحيفته. وإن وجده فالله سبحانه وتعالى سيعفو عنه. لكن إن لم يتب سيجده وسيعاقب عليه للأسف. ماشي. والله المستعان. امين. احنا جاهزين للسؤال؟ يلا. السؤال يا سيدي في حلقه الحلقه الخامسه عشره طلب رجل من النبي صلى الله عليه وسلم ان يقرئه سوره جامعه فاقراه سوره نمره واحد العصر نمره اثنين الاخلاص نمره ثلاثه الزلزله. نقول السؤال تاني لو سمحت. سؤال الحلقة الخمستاشر طلب رجل من النبي صلى الله عليه وسلم أن يقرئه سورة جامعة فأقرأه سورة نمرة واحد العصر نمرة اثنين الإخلاص نمرة ثلاثة الزلزلة. وصلى الله على نبينا محمد. ده سؤال صعب قوي يا جماعة.
ماشي. لا حلو جدا، بشكرك. ربنا يبارك وخلينا بس نفكر الناس، اللي يعرف اجابه السؤال هيتصل بينا على الارقام التليفونيه اللي بتظهر على الشاشه، وعندنا 30 رحله عمره مقدمه لمشاهدي ساعه مع شريف من جمعيه البر والتقوى. نشكر بقى شكر خاص جدا فضيلة الشيخ دكتور عايز. سالم عبد الجليل وتفسير القرآن الكريم الرائع اللي هو بيديهولنا عندنا في البرنامج، بشكرك. بكرة إن شاء الله 16 رمضان، بكرة عندنا سورة البينة. صحيح، نطقتها صح 100 100. الحمد لله. وطبعا بنشكر مترجمة الإشارة الأستاذة منال محمود على وجودها معانا كل يوم في الفقرة الدينية. بشكرك مرة تانية يا دكتور، ونشوفك بكرة على خير إن شاء الله. بكرة إن شاء الله تنتظرونا، و16 رمضان في نفس ميعادنا، ويا رب النهاردة لبكرة مصر بلدنا تبقى في أحسن حال، وربنا يتقبل منا صيامنا. شكرا ليكم، السلام عليكم.